النهارده تم انشاء هذه الصاله وتم تزويدها، وكان النهارده بيتم اعدادها بالطاولات والحواجز تمهيدا لافتتاحها. طبعا لما هيحصل الافتتاح بتاعها هيحدد من مجلس اداره النادي ومن الاداره التنفيذيه عدد اليوم الافتتاح، بس النهارده بنحضرها ونطمئن على وجود كل حاجه بعد نقل الطاولات من اهل مدينه نصر. وبقول برضو يعني لاعضاء النادي الاهلي الطاولات بتاعت التنس طاوله دي راجعه بعد حوالي 25 سنه، لان اساسا تنس طاوله اول ما نشا في اهل الجزيره، ويمكن انا عاصرته، كان في هنا اهوت مدرجات الدرجه الثانيه كانت الطاولات دي موجوده تحتيه، وبعد كده لما تم هدمها اتنقلت الطاولات لصاله راتب اللي هو في المبنى القديم بتاع النادي الاهلي، وقعدت سنين هناك لحين نقلها للصاله اللي موجوده دلوقتي في اهلي مدينه نصر. فالنهارده يعني انا سعيد يعني بستعيد الذكريات ان الترابيزات بتاعه التنس الطاوله بتعود تاني لاهلي للجزيره خدمه للاعضاء، ويا رب تملي كده وهناك مشاريع اخرى واخرى كلها لخدمه الاعضاء والرياضيين باذن الله. يعني يمكن هو هيبقى شهر الصالات، على بعض خطوات مننا الصاله بتاعت الجمباز خلاص، يعني زي ما قلت قبل كده ان حرصا على سلامه اللاعبين تم يعني حفر 43 حفره عشان تتعمل 50 في 50 بعمق 50 سم في الارض، حديد مسلح عشان يركب فيها المشابك اللي هي بتشد الوايرات اللي هي بتضمن ثبات الاجهزه. فاحنا بنعمل حاجات يعني وفقا لقياسات العالميه. فباذن الله خلاص احنا قاب قوسين او ادنى ان احنا هنفتتح الصاله بتاعه الجمباز، ايضا الصاله بتاعه الكاراتيه برضه على بعد بعض الخطوات من هنا اهوت. تم انشاء كامل لهذه الصاله وتم استيراد البساط بتاعها، فاعتقد ان احنا ممكن رؤيه مجلس الاداره ان احنا نفتتح الثلاث صالات دول باذن الله في وقت قريب يعني.